هناخد التكاثر في الكائنات الحية، آخر باب بنراجعه، فهو مراجعة عامة وأسئلة وأجوبة. فهنيجي مثلا، ما تأثير حدوث الحمل على جسم أنثى الإنسان؟ فلو جانا سؤال زي كده هنحدد على طول الإجابة في 3 حاجات: ما تأثير حدوث الحمل على جسم أنثى الإنسان؟ فهنقول أول حاجة، أول تأثير على المبيضان، أو المبيضان يتوقع على المبيضين يتوقفان عن إنتاج البويضات، يعني عن التبويض ده طالما في حمل. 2، بطانة الرحم التأثير بتاعها هتزداد في السمك وتزداد في الإمداد الدموي لها وتكبر. 3، الغدد الثدييه هتنمو تدريجيا في الحجم. طيب بعد كده اذكر طريقه التكاثر اللاجنسي في الكائنات التاليه. فجايب لنا امثله، عندنا البكتيريا والاميبا والبراموسيوم والطحالب البسيطه، دول كلهم بالانشطار الثنائي. طب فطر الخميره بالتبرعم، طب الهايدرا والاسفنج بالتبرعم والتجدد، يعني طريقتين. بينما نجم البحر هيبقى بالتجدد والتوالد البكري الصناعي. طب دودة البلناريا بالتجدد برضه، فطر عفن الخبز أو فطر عيش الغراب بالجراثيم. طيب عندنا نحل العسل، حشرة المن، الضفدعة، الأرنب بالتوالد البكري الصناعي. طيب نبات الجزر ونبات الطباق ده بالتكاثر بزراعة الأنسجة. طب البلازموديوم داخل جسم الإنسان، والسبوروزويتات في كبد الإنسان، ده التكاثر بالتقطع. طيب كيس البيض للبلازموديوم الملاريا، والتور الجرثومي في نبات الفجير التكاثر هنا هيبقى بالجراثيم. طيب بين نوع المجموعة